ونشهد يا الله أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيلك حق جهاده، فاللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله بعدد قطر الأمطار. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله بعدد ورق الأشجار وبعدد رمل القفار وبعدد الحبوب والثمار. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، صلاة طيبة مباركة دائمة بدوامك يا الله، تتنامى بعلمك وفضلك، ولا انتهاء لها إلا بإذنك. صلاة ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا الله. اللهم يا من رحمتك سبقت غضبك وكتبتها على نفسك وأنت أرحم الراحمين، نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء يا من لا تنقصه مغفرة، يا من لا تضره معصية، يا من لا تنفعه طاعة، اغفر لنا يا مولانا ما لا يضرك، وتجاوز واعف يا الله واصفح وتكرم، واعطنا يا الله مما لا ينقصك. اللهم وتقبل منا على كل تقصيرنا وعلى كثرة ذنوبنا، فأنت الرب الغني والكريم والرحيم. اللهم وما قلنا من قول. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن به.
بعثه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سمع الله لمن حمده ربنا
الله أكبر الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة